لفائدة النساء باش تحقق من بلاد المساواة والتكافؤ اللي كتآمن به. ولكن مولاي يوسف لودغي الادريسي مدير الراس المال البشري بشركه الزا البيضاء. اذا هذا نهار كبير بدا لانه كنستقبلوا فيه ازيد من 40 مترشحه في اطار البرنامج والتحدي اللي رفعته المجموعه ديال الزا على صعيد الدار البيضاء واللي كيقتضي توظيف 100 سائقه مهنيه في سنه 2021. دونك هذا المشروع اللي كتامن به المجموعه ديال الزا في اطار المناصفه والتنوع كيرتكز على واحد التمييز ايجابي لفائده النساء اللي هي الاول مره في المغرب غادي ناخذوا على عاتقنا كشركه المصاريف ديال التكوين ديال الحصول على رخصه السياقه من فئه دال. طبعا من بعدنا كتجي المرحله ديال التكوين كاي سائق ديال المجموعه ديال الزا فيما يتعلق في المهنيه بالنسبه للسلامه بالنسبه للتعامل التجاري وكل ما يتعلق بالسياقه المهنيه ديال الحافلات في المجال الحضاري. يمكننا نقولوا هذا الشيء الا عرفنا بانه اليوم حنا 1300 سائق منا يلاه 10 ديال النساء سائقات. علاش اختاريناهم؟ اولا بحال اللي قلنا لان كنامنوا بهذا المبدا ديال المناصفه والتنوع، ولكن ماشي غير هذا الشيء، ايضا لانه حتى على الصعيد الدولي الاحصائيات اللي كتتعلق بالكفاءه العاليه ديال النساء في هذا المجال كتبين على انهم عندهم اقل عدد من الحوادث، وفي الوطن ديالنا وفي مدينه الدار البيضاء بالضبط كيحظوا بواحد الاحترام وواحد الاعجاب كبير من طرف الزبناء ديالنا. بالفعل حنا النساء يعني التشغيل ديال النساء هو يعني مبدا واساس في المجموعه. كسائقات عندنا 10 ديال السائقات اليوم كيشتغلوا بالفعل منذ سنوات. كحشيه بشرى سائقه مهنيه محترفه مده ديال 15 سنه. كاينوا شي مشاكل بساط ماشي بزاف، ما كاينش شي مشكل بالنسبه للمراه، المراه كيحترموها بزاف لا في السياقه لا في الطريق لا في لومبوتياج في اي حاجه كيحترموا المراه، وبالخصوص ملي كيطلعوا الفواياجور كيشوفوك مراه كيحترموك وحتى يفرحوا. كاين واحد النوع ديال الارتياح ملي كتطلع الطوبيس وكتلقى سائقه نفسانيا كترتاح، كتقول راه السياقه ديال المراه ماشي السياقه ديال الرجل. نقدر نفك، نقدر ندخل، نقدر ممكن ندخل باي طريقه حل سلمي. الحل السلمي هو الاول عاد كناخذوا الاجراءات الاخرى. لا ما كانش شي حل ديك الساعه نلتجئوا ل مازال كيقول لي الاراء الباباجه ديما. فاتحه اوزان سائقه في شركه الزا، تجربتي كسائقه انا جيت ما كنعرف والو، هما اللي علموني داروا لي التكوين وخرجوني كسائقه مهنيه وتثقوا فيا وخلوني نثق في راسي، غير باش هذيك الساعه خرجت كسائقه محترفه، غير باش غزيت الناس وحاولت بانني نتواصل مع السائقين الاصدقاء ديالي. ما كتلقايش مشاكل لا مع الناس لا مع الناس اللي كيركبوا معاك، ما كتلقايش معاهم مشكل، كنتي محترمه هما كيحترموك، وزيد عليها الناس ديال كالسائقين راه كيحسبوك خوتهم وكيعاونوك وكيتعاونوا معاك بزاف د الحوايج. كنشجع النساء بانهم يسوقوا هذه الحافله لانهم راه ما كيخرجوك حتى كيخرجوك محترف. هذه المسائل هذه اللي كتعلق يعني بالتخريب ديال الحافله من طرف بعض الجانحين هي كترتكز على المحاربه ديال هذا الظاهر، كترتكز على عده اجراءات، منها ان الحافلات ديال الزا البيضاء كلهم بدون استثناء مجهزين بكاميرات ديال المراقبه واللي يمكن اللي يطلع عليها بصفه انيه، وكيمكن السائق ولا السائقه يعني في حاله لا قدر الله الاشكال كتصل مباشره، يعني كتضغط على واحد الزر كتجي مباشره الاتصال للمركز المراقبه، وكيكون تنسيق مع السلطات المعنيه اللي كنشكرهم هذا المنبر قيمه بالواجب ديالها على اكمل الوجه، بحيث ان الجانحين كيتم الضبط ديالهم في اجل اقصر 24 و 48 ساعه، والقضاء راه قال الكلمه ديالو في عده حالات. والحمد لله اليوم كنقولوا بانه الفضاء ديال الحافله ماشي هو اقل امنا من الفضاء العمومي. التصريحات بالاجور بدون نقاش بما فيها التغطيه الصحيه الاجباريه والتغطيه الصحيه الاضافيه، إضافة لعدد من التحفيزات اللي كتتعلق يعني منح كتتعلق بالسلامة، احترام قواعد السير واحترام يعني السياقة المهنية، إضافة إلى طبعا الأجر القار. الأجر المتوسط اللي كيقدر يكون الصافي يعني اللي كيتقاضاه السائق ولا السائقة كيكون ما بين يعني كيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم في الشهر على حسب يعني المنح اللي كتتعلق.